إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى بأن تطيعوه سبحانه وتعالى فلا تعصوه، وأن تشكروه جل وعلا على نعمه فلا تكفروه، وأن تديموا ذكره سبحانه في سائر آنائكم وأحوالكم فلا تنسوه أيها المسلمون. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الدعاء هو العبادة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تبارك وتعالى من الدعاء. أيها المسلمون، إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن أمرهم بالدعاء وأخبرهم أنه هو العبادة، وأخبرهم جل وعلا من قربه من داعيه وإجابته لمناديه ومناجيه، ووعدهم سبحانه بالإجابة إذا حققوا تلك العبادة، وأثبت ذلك في آيات تتلى في كتابه، وقرن الأدعية الشرعية الخالصة بالإجابة، وافتتح سبحانه وتعالى كتابه بالدعاء بالحمد لله رب العالمين، واختتمه بالمعوذات وهي دعاء. وكم بين ذلك من دعوة صادقة صادرة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ساقها الله جل وعلا لكم تذكرة وتنبيها، وقرنها سبحانه بالإجابة فضلا منه جل وعلا وتحقيقا لوعده الكريم في الكتاب المبين. أيها المؤمنون، الدعاء سمة العبودية وحقيقة الملة الحنيفية، وقد سماه الله تبارك وتعالى دينا وجعله على حسن أسمائه وعلو وصفه وسعة غناه وعظيم قدرته برهانا مبينا. معشر المؤمنين، سلوا الله تبارك وتعالى من فضله، فإنه تعالى يحب أن يسأل، ولا تعجزوا عن الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ألا وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
فإن الدعاء مقرون بالعطاء، فيه تستجلب وتستدام النعم، وبه ترفع وتدفع النقم، وبه يستزاد من فضل الله تعالى ذو الجود والكرم، وبه يستهدى ويستعان على كل أمر مدلهم، وبه تنال جليل المطالب وكريم الرغائب وعلي المراتب. فهنيئاً لمن وثق به الصلة، فهنيئاً لمن وثق الصلة برب العالمين، الخالق المالك المدبر، مالك الدنيا ويوم الدين. معشر المؤمنين، الدعاء هو التضرع إلى الله تعالى وصدق الافتقار إليه بطلب تحقيق مطلوب أو دفع مكروه مرهوب أو استزادة من خير بصيغ السؤال أو الخبر عن إخلاص في القصد وعلى وفق الشرع، طلبا للثواب وسؤالا للحاجة واستدفاعا للشر والعذاب، وطلبا للقرب من رب الأرباب، واغتناما للمناسبة، وخوفا من موجبات الإثم والشقوة والعقوبة. فحقيقة الدعاء التعلق التام برب العالمين ومع الثقة به سبحانه وتعالى في كل أمر وحين، والاستقامة على الصراط المستقيم، والاتباع لسنن الرسول الكريم محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والسير على منهاج من تبعه من الصالحين، وهو براءة أيضا من سبل المستكبرين الضالين الأخسرين. أيها المؤمنون، إن للدعاء فوائد لا تحصر وعوائد كريمة أشهر من أن تنكر. فالدعاء عبادة يثيب الله تعالى عليها، وإن لم تتحقق الإجابة فكم غفر من ذنب بدعوة، وكم صرفت من بلية بدعوة، وكم حصل من خير بدعوة، وكم رفعت من درجة بدعوة، وكم كفرت من خطيئة بدعوة، وكم ضوعف ثواب عمل بدعوة. كذلكم الدعاء تحقيق للتوحيد بالإقرار بالحاجة إلى الله تعالى وصدق الافتقار إليه والبراءة من الحول والقوة على جميع الأمور إلا به ولله. والله تعالى قد خبأ الإجابة بالدعاء، فلا تحقرن عبد الله شيئا منه فتستسلم للبلاء وتبوء بالإثم والشقاء. أيها المؤمنون، ومن فوائد الدعاء إلقاء الهم على الرب تبارك وتعالى لحسن الظن به والاعتقاد بالقرب والشعور بالمعية وسكون النفس والتلذذ بالمناجات، وأن ينتقل العبد من معاناة الكربة إلى انتظار الفرج وعظيم الرجاء وحسن الظن. والدعاء في الرخاء مدفعة للبلاء ومحافظة على النعماء، فهو يزيد في العمر والرزق ويدفع المرض ويؤخر الأجل، وهو كذلك مدفعة للشر، مجلبة للتوفيق والتسديد والنصر. ونفعه كذلكم يمتد من الحياة إلى ما بعد الممات، ويصل نفعه من الداعي إلى الآخرين، فيكون عند الله عز وجل من عباد الله الصالحين المحسنين. أيها المؤمنون، إن العبد
ليستمر عمله بعد موته بدعائه، وتحفظ بالدعاء ذريته من بعده، وينتفع أحياء المسلمين وأمواتهم بدعائه. وإن العبد ليعطى بدعائه ما قد لا يبلغه بعمله، فإنه من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن قال عند ذكر الشهادتين في الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، ومن قال ذلك حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله تعالى أن يرضي أمة الإسلام. إن ترك الدعاء حماقة وغباء، وإن القدح فيه بدعوى أنه لا يرد القضاء اعتراض على الرب الحكيم، وقدح في الشرع القويم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، وتكذيب للكتاب المبين، ومعاكسة لما فطر الله عليه المكلفين. فإن الدعاء من القدر، وإن القدر هو ترتيب المسببات على أسبابها بعلم الله تعالى وحكمته ومشيئته وقدرته، وهو دائر بين فضل الله تعالى ورحمته أو عدله تعالى وحكمته. وإن الدعاء سبب من الأسباب التي تستجلب بها النعمة ويستدفع بها البلاء، والتي إن نفع الله تعالى بها نفعت، وإن لم ينفع بها لم يتحقق المقصود. ومن زعم ترك الدعاء بناء على ما سبق به القضاء لزمه ألا يأكل إذا جاع، ولا يشرب إذا عطش، ولا يتداوى إذا مرض، ولا يتعاطى أي سبب لتحصيل مطلوب مرغوب أو اتقاء أمر مرهوب. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا للشأن للدعاء شأنه، واعرفوا للدعاء شأنه، وأخلصوا وألحوا على الله تعالى به، وأخلصوا له من قلوبكم في التضرع إليه، واستقيموا على الشريعة، وخذوا بجوامع الدعاء، واحذروا التكلف والسجع والاعتداء، وكونوا عباد الله واثقين بربكم، مؤملين بتحقيق مطلوبكم، راجين من ربكم فوق ما سألتم من تحصيل الخير واتقاء الشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه،
وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. والزموا الدعاء عباد الله في سائر أحيانكم، تحصلوا الخير وتسلموا من الشر، وتأخذوا بأسباب رفعة الدرجات وتكفير الخطيئات ومضاعفة الحسنات والنجاة من النار وما فيها من الدركات، والفوز بأعلى المنازل من الجنات. فإن الله جل وعلا جعل الدعاء من أسباب تحصيل هذه الأمور وموجبات دفع العقوبات والشرور في العاجلة والآجلة. أيها المسلمون، تفكروا فيما أنتم عليه وفيما حولكم وفيما تنتظرون، فإنكم عباد الله في نعم سابغة وأمن وافر وخير عميم تحسدون عليه من جميع شعوب الأرض، وإن الأنظار متجهة إليكم تحسدكم وتكيد لكم لما حباكم الله تعالى به من صحة الدين ووفرة الرزق والأمن في الوطن والولاية التي لا تألو جهدا فيما ينفع الأمة والرعية ويدفع الشر عنهم في كل آن. فاشكروا الله تعالى على إنعامه، واستزيدوه جل وعلا من فضله وإكرامه، واحذروا موجبات غضبه وعقابه وانتقامه. أيها المسلمون، إن طوفان الشر عارم فيما حولكم، فتفكروا في ذلك واحذروا أن يحل بكم، فإنه على حدودكم ويوشك أن يقع بين ظهرانيكم. صرف الله ذلك عنا جميعا وعن المسلمين. أيها المسلمون، أما رأيتم جحافل الكفر وقواعده العسكرية تحيط بكم من جميع الجهات؟ أما نفذت مخططاته في دول مجاورة لكم، ذهبت منها الولاية وتفرقت الشعوب وتناحرت الناس، وصار القتل أهون شيء، حتى صار المسلمون شماتة للأعداء، فلا تسمع نشرة إخبارية إلا ويقتل فيها المئات بل الألوف من المسلمين على غير بينة بل بالشبهات والأهواء المضلات. وهذا هو الهرج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من المشاركة فيه أو التسبب بشيء منه. أيها المسلمون، أما ترون هذا الغزو الإعلامي الذي جاءكم من فوقكم ومن تحتكم بواسطة القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية، حتى فقدتم سلطانكم على بيوتكم وأولادكم، فصار لكل وجهة هو موليها، وربكم أعلم بمن أهدى سبيلا؟ لا يستطيع الإنسان أن يتابع ذلك كله ولا أن يحيط بكثير منه. وصار أبناؤكم وفلذات أكبادكم يوجهون إلى الشر من كل جهة، تدفع إليهم الشبهات ويشككون في محكم الآيات والأحاديث الصحيحات، حتى شكك الناس في الثوابت الدينية وأمهات الأخلاق المرضية، وتطاول الشك كذلك حتى شككتم في ولايتكم وساءت ظنونكم بولاة أمركم، وحتى شككتم في علمائكم وفقهائكم وانتزعت ثقتكم بكثير منهم، وصرتم تستوردون الفتاوى وتتمنون ما عليه أعداؤكم ومن حولكم من الفتن العظيمة المدلهمة التي جعلت الناس هرجا، جعلتهم متشابكين مختلفين لا يدرون أين يتوجهون، يتحركون بعمى بصيرة وسوء سريرة، ويسعون إلى أسوأ جريرة. فاتقوا الله عباد الله،
أيها المسلمون أما اتخذ أعداؤكم من أولادكم حربا عليكم يتسببون في الإخلال بأمنكم وتفريق صفكم ويدخلون عليكم من كل جهة يقتحمون الحدود ويتلفون الثروات ويفجرون الأبنية ويهلكون الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أما تعجبون من هذا الأمر أما يستوقفكم أما تخشون من سوء عقباه كيف إذا غزيتم في عقر داركم حتى لا يأمن المرء في المسجد الحرام وحتى لا يؤدي شعائر الإسلام وحتى لا يقوم بمصالحه بين الأنام فتتعطل السبل وتخسر التجارة وتقل الأرزاق وتحصل الفتنة وينشط أهل الشر والسوء في الكيد للإسلام وأهله اتقوا الله عباد الله وتذكروا نعم الله عليكم واحذروا من أسباب زوالها عرفتم شأن الدعاء وعرفتم أنكم في رمضان شهر الدعاء وعرفتم ما يمن الله عز وجل به بسبب الدعاء من حفظ النعماء وصرف البلاء ودفع النقمة وكيد الأعداء فألحوا على الله عز وجل بالدعاء لأنفسكم ولوالديكم وذويكم ولمجتمعكم وأهليكم وللمسلمين من حولكم ادعوا الله مخلصين والهجوا بالتضرع صادقين وتمسكوا بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم الله وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فاشكروا لله تعالى إنعامه واقبلوا فضله وإكرامه واحذروا عقوبته وانتقامه ولا تغفلوا فإنه ليس بمغفول عنكم اعتصموا بحبل الله جميعا وأطيعوا ولاة أمركم في المعروف وانصحوهم إذا وقعوا في شيء من ضده وسيروا وراء علمائكم الأكابر وخذوا بنهج السلف الصالح وتوبوا إلى الله تعالى من جميع الذنوب والقبائح تأمنوا الشر وتفوزوا بالمتجر الرابح ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله وسلم عليه فإن الله تعالى قد قال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عنا لبيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الأئمة الراشدين وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك وحاذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشرور والفتن والمصائب والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم أسبغ علينا نعمك وأعنا على ذكرك وشكرك ووفقنا لاستعمال ذلك في طاعتك وجنبنا معصيتك وتب علينا من التقصير في حقك اللهم ردنا إليك ردا جميلا واهدنا إليك صراطا مستقيما وثبتنا على دينك حتى نلقاك عليه وأجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا مباركين أينما كنا واسلك بنا سبيل أولي التقى ونجنا من نار تلظى وأورثنا الدرجة من الجنة الدرجات العلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.